وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. رحبوا معنا اليوم بسعادة الأستاذ قيس الشاعر. أهلا وسهلا بك سيد قيس. أهلا وسهلا فيك صديقي. مرحبا. يا مرحبا بك. سيد الكريم، فيك تخبرنا كيف كانت بداياتك العملية داخل دولة الإمارات؟ إزاي جات لك الفكرة؟ وعارفين إن برضه حضرتك فنان تشكيلي، فعرفنا مين السيد قيس الشاعر. أنا قيس الشاعر من سوريا، وصلت الإمارات بال 2008 تقريبا، استقريت فيها بمدينة العين. بدأت بمؤسسة ديكور كبداية يعني، وبعدين تطور الموضوع بال 2012 أسست مؤسسي مع صديقي الأستاذ علي سجاح، واستمرينا فيها تقريبا لغاية الحين، ودمجناها مع مؤسسة يو ال جي، هذا مؤسستنا الجديدة المقاولات العامة، طبعا فيها اختصاصات الديكور، تنسيق الحدائق كمان بدينا فيه من 2012 تقريبا ومستمرين فيه لحد الآن. طيب، انتوا كشركة يو ال جي للمقاولات العامة، فيك تخبرنا وتخبر مشاهدينا اكتر بالخدمات والسيرفيس اللي انتوا متخصصين بيها؟ احنا برضه عرفنا من قبل الحلقة من حضرتك اللي حضرتك فنان تشكيلي، فما شاء الله ليكوا لوحات، ليكوا اعمال كتير مميزة، فينا نخبر برضه السادة المشاهدين عنها؟ هلق مجال الأعمال عندنا الاختصاص الأساسي هو الديكوريشن، يعني الديكور والأصباغ والرسم النحت. تطور الموضوع على تنسيق الحدائق بعد والشلالات والنوافير. هلق حبينا نضاعف جهودنا بالعمل، ورحنا على المقاولات العامة، إن شاء الله حنبدأ قريبا في مؤسسة يو ال جي. شفنا برضو عندكم في شركتكم الكريمة كتير من النماذج اللي انتوا عاملينها المميزة من الديكوريشن، فينا نخبر برضو المشاهدين ايه اهم المناطق او الحاجات الديكوريشن اللي انتوا نفذتوها داخل دولة الامارات؟ هلق نفذنا مجموعة كبيرة من الفلل، اكيد الصالونات، مركز البحوث الاستراتيجي بأبو ظبي، تنفيذ فقط مش مقاول رئيسي يعني، مسرح مدرسة جيمس الأمريكية، كانت أعمال جبس بمدة قصيرة جدا يعني، نفذنا مشروع كثير كبير، إضافة للفلل حدائق في مدينة العين وأبو ظبي، وفي شيء بدبي. ما شاء الله خبرة كتير كبيرة ومميزة داخل الدولة. أيوة. طيب سيدي الكريم، فيك تخبرنا الفترة القادمة ايه هي خططكم المستقبلية؟ ناويين تعملوا ايه تاني جديد؟ هلا خططنا المستقبلية المقاولات العامة ان شاء الله، يعني هالأساس الجديد اللي عم نمشي فيه إن شاء الله، قريباً حنبدأ مشروع خلال شهر تقريباً. هلأ نحن التصميم وتنفيذ، في مجال الديكور اعتمادنا الأساسي على ذوق الزبون، نحن بنحاول بالنصائح. بس أكيد حضرتك ليك رؤية فنية، أكيد أكيد بتعمل الرؤية. أكيد، بس حناخذ من الزبون شو اللي يعني بأساس الديكور، أول الأساسيات تبعه إنه بتعرف شو المكان أو الفراغ راح تستخدمه. من المعرفه بعدين بتاسس عليها انه الزبون بده كلاسيكي مودرن، لانه انماط ديكور كثيره كلاسيكي او مودرن او ريفي مثلا، انه كل مكان له خصوصيه معينه، وهذا الموضوع بيتعلق بنفسيه الزبون. يعني نحن عالم الديكور والالوان مجاله واسع ومجاله بخص علم النفس بالاساس، يعني انه زبون انه مكان بده اياه مثلا للراحة، إنه مكان للإجازات، مكان هون الموضوع بيختلف بين زبون وآخر. نحن بنحاول ندعم فكرته ومنأسس عليها إنه نطلع شيء جميل،
يعني ننسق له كامل البيت من الاثاث للاصباغ للديكور الاساسي تبع الفيلا او للفندق او للمكتب او لاي شيء اخر. طيب سيد قيس، قصه نجاح مميزه زي دي اكيد كان ورا حضرتك حد مساهم او شريك في النجاح، فيك تخبرنا مين هو؟ اكيد الاهل والزوجه والاولاد، وبالنسبة للحياة العملية يعني أكيد شريكي علي زياع وشريكنا عبد الله الشامسي بمؤسسة يوالدي. سيد قيس، فيك تخبرنا دولة الإمارات بتقدم لنا نعم كتيرة هنا إحنا كوافدين أو كمستثمرين، إيه النعم الرئيسية أو إيه الخدمات اللي دولة الإمارات قدمتها لحضرتك؟ دولة الإمارات من الأساس يعني من تأسيسها اهتمت بالتنمية ودعمت هالشي بالقانون، يعني دولة الإمارات فيها قانون ساري على الجميع، وهي كثير نقطة مهمة للاستثمار بأي بلد، يعني بالنهاية الاستثمار النقطة الأساسية فيه أنه يحصل أجواء آمنة، ودولة فيها قانون ساري على الجميع وحفظ حقوق. طبعاً الفضل بيعود لحكومة الإمارات، حكام الإمارات وشيوخ الإمارات اللي مستمرين بهذا النهج، وعسى تبقى بلد أمن وأمان واستثمار ونجاح من نجاح لنجاح. جميل ده، ونشكر حضرتك على سعة صدرك واللي انت سمحت لنا اللي احنا نصورها. الف شكر لكم وشرفتونا، وشكرا على لفتي، وان شاء الله بتصيروا من رواد النجاح جميعا يا رب. الله يخليك. تسلم. الله يخليك. وزي ما ابتدينا الحكاية اعزائي المشاهدين بقصة كفاح، راح ننهيها بكلمة شكر لكل رواد النجاح. استنونا الحلقة القادمة. الف شكر لكم، مرحبا بكم. We'll be right back.